الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال ومحمد عبد الله، إليك محمد. شكرا يوسف وشكرا أدا، وأهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الذي أصدره البنك الدولي، والذي رصد فيه أن مصر تحقق تقدما كبيرا في تحويل الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى صادرات غاز طبيعي بدلا من حرقه. ورصد مركز المعلومات ما تناوله التقرير من أن أحجام الغاز المصاحب لاستخراج النفط والذي يتم حرقه في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة 3% وبمقدار 5 مليارات متر مكعب، ليسجل نحو 139 متر مكعب أو 139 مليار متر مكعب، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010. كما أوضح التقرير أنه بالإضافة إلى الانخفاض العام في حجم الشعلة، فقد انخفضت كثافة حرق الغاز على مستوى العالم، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط بنسبة 5% في عام 2022، مشيرة إلى أنه يشير إلى الفصل التدريجي والمستدام بين إنتاج النفط وحرق الغاز. كشف البنك المركزي المصري على أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 أسفرت عن تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2%، ليسجل نحو 1.8 مليار دولار. كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال فترة يوليو-ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار. زار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتحاد الصناعات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين التنسيقية ووزارة التجارة والصناعة. وبحث أعضاء التنسيقية مع رئيس اتحاد الصناعات وعدد من قيادات الاتحاد العديد من الموضوعات والمشكلات التي تخص الصناعات وجهود الاتحاد لحلها. كما بحث اللقاء آلية تطبيق القوانين التي تم تشريعها وتهدف إلى الاهتمام بملف الصناعة. في أسواق البترول العالمية، وصلت أسعار النفط تراجعها بعد هبوطها بنحو 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع، بينما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2% إلى 75.19 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% ليبلغ 71.53 دولار للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.20% لتبلغ 2.20 دولار للتر. وكذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.80% لتسجل 2.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يورستات أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 6.5% في مارس، وهو انخفاض يشير إلى مزيد من شح العمالة في السوق. وأوضح مكتب الإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل انخفض 11.1 مليون شخص في مارس من 11.131 مليون شخص في فبراير. نهاية أخبار اقتصاد، عود من جديد إلى يوسف وأدا. شكرا لك محمد.